بعد ما أكير الرئيس الجمهورية الرئيس الفترة الانتقالية في بروفنس أنا مايو كي بي إست على يو إن سي إم بيس على فراسة على أمين الوطني أبكر الطاهر موسى من الديليغاسيون على معايا بعد ما لاقول للرئيس الجمهورية خلاص الديليغاسيون شال الطريق عشان يمشوا عشان يجهزوا كيف ليلاقوا الرئيس الفترة الانتقالية اللي كان يمشي في إبالة وقت كان ماشين في درب كمان في درب هنا الأكيلو كان ليجيو على UNCMPS هنا بروفنس هنا أكيلو كان ويقفوا وكان سو جلسة سخيرة لعشانك كيف يقدروا عشان يموبليزي الناس يمرقوا بالكترة يوم الأحد وليقدروا عشان يلاقوا فوق الرئيس الفترة الانتقالية اللي قاعد بيجيب لهم رسالة هنت الآفي والسلام.